معاكم اني اعزل مكان نوم طفلي عن المكان اللي انا والده بننام فيه، ده مش عقاب ابدا، لكنه حمايه للخصوصيه للطرفين. لكن بلاقي بعض الامهات بيقعوا في خطا هو شائع، ان هي مثلا تكون قاعده طول النهار بلبس معين، واول ما تدخل الاوضه بتاعتها هي طبعا براحتها تلبس اللي هي عايزاه، لكن حذاري ان طفلك يلاقي فيه تغيير في الملابس، يعني تغيير مثلا شكلها او لونها او وصفها غير المعتاد عليه. ليه؟ انت بلاش تثيري الغيره لطفلك، لا غير عليكي من والده، لا غير على والده منك، يا اما تبادروا شكوك او تساؤلات هو ما يعرفش يجاوب عليها. ليه امي بتلبس كده في الاوضه وما تلبسش قدامنا؟ هي خصوصيه، لكن لازم نحترم ونقدر غير طفلنا، لازم نحترم ذكائه، ولازم بلاش التساؤلات اللي ممكن تيجي في وقت مش هتعرفي تردي عليها لصغر سنه. حاولي تربيه صح، تحترميه،